جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والنقابات حول تحسين الدخل. في هذا الصدد من المرتقب أن يعقد فوزي الأقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية غدا الجمعة اجتماعا مع ممثلين من النقابات سيخصص للرد على مطالبها بشأن الزيادة العامة في الأجور الموظفين بعدما رفضت عرضا تقدم به سابقا ويهم تخفيض الضريبة على الدخل فقط. وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية استبعد في لقاء مع النقابات الزيادة العامة في الأجور مبررا ذلك بتأثر ميزانية الدولة بالسياق الدولي المضطرب. واستبقت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاجتماع الذي سيعقد غدا الجمعة بين ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلا والوزير فوزي الأقجع معلنة تشبتها بالزيادة العامة في الأجور.